بناء على طلب كل مشاهدين ومتابعين قناة سارة وباسم على اليوتيوب. النهاردة جينا نصور الفجار وهو شغال في قلب الارض. الفجار نازل تقريبا 90 سنتي وازيد من 90 سنتي كمان، والجرار شد هو، يعني انا ماشي وراه مش ملحق وانا ماشي وراه. الفجار نازل ازيد من متر، بس 5 متر و10 وجرار شده ما شاء الله ولا اي حاجة. طبعا الفجار الطبيعي انه يبقى تقيل على الوبور لان نازل عمق متر في قلب الارض، بس الصنعة هنا بتفرق في الشغل. طبعا هو بدأ من على الحمالة من هناك، اللي هو الصرف بتاعه بدايته بينهي هنا في قلب الارض. بيبدأ بقى الارض تاخد المية من هنا وتروح لما للحمالة هناك في الاخر خالص عند الجسر، عند بداية الجسر هناك. ده التفجير بقى اهو، كده فجر، كده فجر وهو ماشي. هيرجع تاني يبدأ من هناك وهنروح معاه برضه وهو بيلف. هنبدأ معاه تاني من هناك ونوريكم الفيديو وهو راح يشتغل من هناك.